السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلوين الأولاد ولذيذين كتير، ولكن مثل ما بيقولوا أمهاتنا يا ريتكم بقيتوا صغار. فعلاً، فكلما كبر الطفل بيزيد تعبه وبيزيد الشغل عليه ووراه، وأصعب مرحلة على الإطلاق مرحلة ما يسمى سن المراهقة. هذا المصطلح يلي عمل شد وجذب بين الأوساط الشرقية والغربية. فعند الغرب المراهقة تبدأ ما بين 11 إلى 21 سنة، وبتتراوح بين 3 فترات. الفترة الأولى من 11 لل 14، مرحلة التغيرات البيولوجية السريعة. المرحلة 2 ما بين 14 لل 18، فيها بتكتمل التغيرات البيولوجية. المرحلة 3 من 18 لل 21، وتسمى مرحلة الرشد. هذا التصنيف الغربي. أما التصنيف الإسلامي فبيختلف كل الاختلاف، وسند ذلك النموذج الشبابي الشهير الصحابي أسامة بن زيد رضي الله عنه، يلي قاد جيش كبير جداً وهو بعمر 15 سنة فقط. طبعاً نحن مالنا بصدد التحليل الشرعي للموضوع، ولكن لابد نعرف أمر غاية بالأهمية، وهو أنه عصر الصحابة فريد للغاية، وأنه أسامة الحب بن الحب له خصوصية أيضاً، على خلاف بعض شباب الصحابة فكان يصدر منهم سلوكيات خاطئة لا يمكن مقارنتها بسلوكيات هذا البطل بأي شكل من الأشكال. لذلك فأي استشهاد بحياته يجب أن يراعى فيه الخصوصية للزمان والمكان يلي كان فيه ذلك الجيل الخارق. وعليه فأنا أميل للتصنيف الثاني، لأنه هو المنتشر الآن ويلي بإمكاننا نبني عليه الكثير من النظريات والمفاهيم، ونوضع أيضاً حلول لكثير من المشاكل. حلقتنا اليوم رح تكون عن المراهق الذكر وما يطرأ عليه من تغيرات، وشو ممكن نساعده لحتى تمر هاي المرحلة بسهولة ويسر. يلاحظ الأهل بالعادة طبعاً تغيرات بدنية على الطفل، تبدأ بظهور الشعر على بعض مناطق الجسم وخشونة في الصوت وزيادة بكميات الطعام المتناولة، وفي بعض الأحيان ظهور حب الشباب، عدا عن الصراعات الداخلية ما بين الالتزام بقوانين الأسرة وحب التمرد وإثبات الذات، وأيضاً إخفاء غرائزه الخاصة أمام تعاليم دينه والاضطرابات أيضاً المزاجية المقلقة لديه، وأحياناً خوف مع سرور وانزعاج مع خفة دم، انسحاب من التواصل الاجتماعي والانخراط مع الأصدقاء وظهور مشاعر الانجذاب للجنس الآخر. وأما الأصعب فهو الخلاف المستمر مع الأهل واختلاف وجهات النظر. هذا الأمر إن لم يلاحق بوقتها رح تكبر الفجوة بينه وبين أهله، ورح يختاروا يعيشوا في عالم منفصل تماماً عن بعض، وهذا بحد ذاته ضياع للولد ومضاعفة احتمال فساده لا سمح الله. طبعاً كلنا كآباء وأمهات مسؤولين أولاً وآخراً عما يحدث لأبنائنا، ولكن أحياناً تخرج الأمور عن السيطرة فلا داعي للقلق. لابد أن المراهقة تأخذ حدها، ورح يرجع الولد لحضننا مثل ما كان، لكن علينا الحرص على العلاقة الطيبة بيننا وبينه مهما أساء، فهي الزناد يلي رجعه لعنا كلما هرب. وجدت دراسة اجتماعية أن الأولاد يلي عبروا مرحلة المراهقة بسرعة صنفوا على أنهم سعداء، لأنهم كانوا يتصرفون بمرح وكانوا قادرين على مواجهة الضغوطات وتقبلوا أيضاً النقد. كل هذا كان سبب في وجود آباء بجانبهم وأعطوهم الاستقلالية اللازمة، وكانت أيضاً عائلاتهم تتمتع بقدر كبير من الاستقرار وندرة في الخلافات الزوجية. وهذا بدوره يقودنا إلى الحديث عن حاجات المراهق، يلي أولها الحاجة إلى التقبل والانتماء. فأساس أغلب المشاكل يلي بيقع فيها الأهل والمراهقين سببها النقد الدائم واللاذع لسلوكيات المراهقين، وهذا النقد بدوره رح يخليهم يعندوا ويتصرفوا بحماقة وغضب وردات فعل، وبالغالب رح يندموا، ولكن بعد ما يكون فات الأوان وخربت العلاقة بينهم بين أطفالهم. أيضاً ممكن يختاروا الأهل البعد عن الأولاد بسبب أذاهم الشديد، وكذلك تبدأ الحاجة إلى الانتماء في هذا الوقت، فهو الآن بمرحلة البحث عن هوية خاصة ويصارع في الداخل لأجله. يمكن يختار قصة شعر تكون سيئة بنظرنا نحن، ولكنه اختارها لأنها تعبر عن تميزه واختلافه عن الآخرين. ممكن ببعض النصح والتوجيه ونبين له مدى بعدها عن عاداتنا وتقاليدنا وحتى قيم ديننا، فإن أصر وما سمع النصيحة نتركه، فإلحاحنا لن يفيد بأي حال. ولكن نلمح له أنه نحن غير راضين عنه،
ولكن نتجنب السخرية والاستهزاء. بكفي فقط بعض التلميح من باب ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بعد فترة لوحده رح يمل ويغير نمطه لأنه ما زال طور التجربة. ومن باب حب الانتماء أيضاً يحب المراهق أنه يكون لنفسه شلته الخاصة، وبيحب يقضي معهم أكبر وقت ممكن، ويفضل يتأخر بالسهر معهم خارج البيت لا يخلص من التعليقات والملاحقات الأبوية يلي لا طائل منها. هنا لا مانع نترك له حرية الخروج، ولكن علينا نعرف مع مين وإلى أين، ونحط له أيضاً قوانين يجب الالتزام بها، مثل موعد العودة إلى البيت الساعة كذا، ومقدار المصروف المسموح به كذا وهكذا. والآن إلى الإرشادات. أولاً، لنعلم بداية أن المراهق بيعاني أكثر منا نحن الكبار، ولكن مشكلته أنه غير مدرك تماماً لحجم مشاكله، ولا عنده الخبرة الكافية لإصلاح ما يفسده، ويزيد على ذلك أنه غالباً بيكون عنيد. فأفضل حل لهذه المرحلة أنه نحاول نفتح قنوات التواصل معه ونشركه في بعض شؤوننا، مثل مثلاً اصطحابه للتسوق ومجالس الكبار غير المملة يلي بتناسب شخصيته. فغالب مجالس الكبار بيكرهها الفتيان لأنه بتكون أحاديثهم خارج اهتماماته، وبيفقد حماسه بعد 10 دقائق من الجلسة فقط، فيفضل عدم غصبه على هيك جلوس أو هيك مجالس. وإذا اضطرينا فلنتفاوض معه بحيث يجلس ضمن وقت محدد مع هذه الجلسة، وبالمقابل حوافز وإطراءات أمام الجميع، ويتعلم أيضاً من هذه الجلسة الاحترام والأدب مع الكبار. ثانياً، الإصغاء، وهذه الحاجة لا تكون واضحة ومعلنة، ومع ذلك فهي حاجة ماسة وتسبب للمراهق الكثير من الألم، وبتجعله يتوجه إلى منافذ خارجية لإرواء هذه الحاجة إن لم يجد في أسرته ما يشبعه. لكن المشكلة أنه أغلب المربين بيقضوا أكثر وقتهم بالنصح والإرشاد وتوجيه الإصلاح للمراهق، وما بيسمحوا له يتكلم أو يعبر عن مشاعره، لذلك بيلجأ إلى التذمر والغضب ونوبات الصراخ وربما أيضاً الشتائم، فبيفقدوا الأهل وكذلك المراهق العلاقة بينهم وبين بعض، وبيفقد المراهق صفة الاحترام لأهله، وبالتالي بتضيع البوصلة وبتفلت الأمور وتخرج عن السيطرة. بينما في حال استمعنا له بكل جوارحنا ورتبنا معه لقاءات دورية سواء كانت يومية أو أسبوعية، ونفسح له من خلالها المجال للحديث وإبداء الرأي والبوح، فعلى الأكيد رح تنحل كتير من مشاكله. الحاجة الثالثة، الحاجة إلى الصداقة، الصداقة مع الأهل وترك الفوقية في التعامل. للأسف أكثر الأهالي بيعاملوا أبنائهم بتسلط وتعالي بحجة إنهم الأكبر والأوعى وبيحق لهم كل شيء. لا شك إنه الأب والأم أكثر إدراكاً من الشاب، ولكن اختيار الأسلوب بالإرشاد هو المعول عليه، ويستعين أكثر الآباء بالعبارة الشائعة لما كنت قدك كنت شامع على خدك. هذا التنقيص من قدره والاستهتار بقدراته رح يدهور العلاقة أكثر، والأفضل إنه نردم الفجوة بيننا وبينه ونبحث عن مواضيع مشتركة قدر الإمكان لحتى يبقى المراهق تحت السيطرة، ويبقى أيضاً شاعر بالأمان وينسى شعور الاغتراب عن أهله. الحاجة الرابعة، يمتاز المراهق بالعنف والاندفاع وحدة الطبع والحساسية المفرطة من كل ما حوله، وأكثر ما تظهر هذه الصفات لما بنفرض عليه قانون أو أوامر من غير تبرير. أعتقد أهم نقطة بإمكاننا العمل عليها هي منحهم بعض الاستقلالية وتوسيع مساحة النقاش مع الحب والاحترام، لكن مع الحزم دون القسوة. أعطيه مهام بقدر استطاعته ليبرز قدراته، وبالثناء المعتدل والإطراء رح نقدر نكسب ثقته فينا وبنفسه، ورح يبدأ بالتعامل الإيجابي ويخف عناده بإذن الله. خامساً، آخر نصيحة اليوم للفتى المراهق، تلبية الحاجة إلى الصداقة ولا سيما خارج الأسرة. فإذا قدرنا نتعرف على زملائه بالمدرسة أو أصدقائه المقربين يلي اختارهم هو بنفسه بكون كتير منيح، والأفضل استقبالهم بالبيت باستمرار وإكرامهم وتشجيع الشاب لاستقبالهم، والأفضل يشارك أيضاً الأب شلة الشاب برحلة كشفية مثلاً أو رحلة شاطئية للسباحة، ويتغاضى عن بعض التصرفات يلي بيعتبرها غير لائقة ما دامت ضمن حدود الأدب العام، ومع الوقت رح يكتشفهم أكثر ويقدر يسيطر على الوضع أكثر.
والأفضل من هذا كله أنه يكونوا أصدقاء مع العيلة ومن العيلة ومن أبناء أصدقاء العيلة، بحيث يكون على دراية تامة بالبيئة المحيطة بهذا الطفل. وأخيراً علينا نفهم المراهق بالنهاية أنه هو شخصية إلها كيانها واعتبارها، وأي أمر نحب نوجهه لازم يكون محفوف بكثير من الحب والحنية والأسلوب اللبق. وأيضاً التبكير في خلق الصداقة مع الطفل يريحه جداً، وخاصة بعمر المراهقة، ويملي رصيد العلاقة بينك وبينه، وبيخلق جو من الراحة النفسية يهيئ لطرح أي موضوع مهما كان حساس. وأيضاً مناقشة هذا الأمر مع الأهل دون حرج، وهذه غاية أعتقد بمنتهى الأهمية، وهي المفتاح لكثير من المشاكل. مثل ما لاحظتوا نصائحنا اليوم خفيفة وحصرناها في 5 نقاط فقط. أولاً، كن صديق للمراهق. ثانياً، ابحث عن المشتركات بينك وبينه. ثالثاً، ناقشه لكن باحترام. رابعاً، أعرف أصدقائه وأحبهم وشاركهم منزلك. خامساً والأخير، خذ مكانه. على الأكيد لما رح تكفي هالحلقة ولا حلقتين الكلام عن المراهقة، حاولت ألخص الحلقة للمراهق قدر الإمكان. ألقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.